نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء حارة، وتصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية. هواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه، خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعته خلال نهار هذا اليوم ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. متوقع تراجع أكثر في سرعة رياح الشمالية الغربية خلال مساء هذا اليوم. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء مشمسة وحارة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 41 درجة مئوية، لكن محسوسة ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 14%، والرؤية الأفقية ممتازة تجاوز 10 كيلومتر. هواء شمالي غربي سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تكون معتدلة مائلة للحرارة، متوقع تتفاوت درجات الحرارة بشكل عام ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية في معظم المناطق البرية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، قد تصل سرعة الرياح ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. مع استمرار الهواء الشمالي الغربي راح تكون بإذن الله درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعدلات المسجلة في معظم المناطق، بأقل من درجتين إلى 3 درجات مئوية. نهار يوم الغد أجواء راح تكون حارة، متوقع تتفاوت درجات الحرارة في معظم المناطق ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية، مع استمرار الهواء الشمالي الغربي اللي أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، قد يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، والتيارات المائية لا زالت قوية في فترات الحمل. أجواء لطيفة بإذن الله ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 4:22، شروق الشمس الساعة 5:41، وموعد أذان المغرب الساعة 5:33 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء يوم الغد راح تكون أجواء مشمسة، سماء صافية خالية من السحب، قد تصل العظمى إلى 42، أما الصغرى المتوقعة 27 درجة مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، قد تصل سرعة الرياح ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. في يوم الثلاثاء قد يكون هناك تقلب في اتجاه الرياح، رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، لكن راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية. يوم الأربعاء والخميس أجواء راح تكون مشمسة مع عبور لبعض السحب المتفرقة على بعض المناطق، حارة خلال فترة النهار، قد تصل العظمى ما بين 42 إلى 43، أما الصغرى المتوقعة راح تتفاوت ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، والرياح راح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 6 إلى 26 في يوم الأربعاء، ويوم الخميس 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أما في يوم الجمعة راح يرجع معنا أو يستمر معنا الهواء شمالي غربي، أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، سماء صافية خالية من السحب، العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وعودة للجانب الآخر من الاستديو لاستكمال ما تبقى من النشرة.